مرة جديدة يدفع المغتربون اللبنانيون وخصوصا في إفريقيا ثمن بحثهم عن لقمة العيش في بلاد الاغتراب. رجل الأعمال غالب شاهين من بلدة البيبلية في منطقة الزهراني عثر عليه جثة هامدة في ساحل العاج. صدمة الأهل الأولى كانت وقت تبلغهم بوفاته بعد تعرضه لإطلاق نار بهدف السرقة، والصدمة الثانية عندما تأكد أن القاتل هو سائقه وحارسه الشخصي الذي كان يفترض به حمايته من اللصوص والقتلة. طلع على المخزن تبعه ومعه الحرس بياخذوا المصاري منه وبقوسوا من ورا براسه. دولتنا مثل ما انك شايفها الحمد لله حراميه، ما في انتباه، ما في انتباه لشعبها ولا انتباه لحدا ولا مصلحه حدا. عبوا جيبن وقعدوا على كراسيهم بس. شاهين الذي تغرب منذ حوالي 20 عاما لديه 3 أولاد سافر إلى أبيجان بحثا عن فرص العمل، واستطاع تطوير عمله بعد 4 سنوات في جمع محصول الكاكاو وتصريفه وبناء مخزن كبير، وهو زار لبنان منذ أشهر وودع عائلته للمرة الأخيرة.